لكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا تطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على السلطات اليونانية لوضع حد لانتهاكات خفر السواحل وحرس الحدود ضد طالبي اللجوء. مخابرات نظام الأسد تعتقل المراسل الحربي الروسي الشهير أوليغ بلوخين في سوريا، وصحفيون عسكريون روس يطالبون وزارة الخارجية الروسية بالتدخل لإطلاق سراحه. وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يقول إن قوة بلاده قامت بتحييد 2874 إرهابياً في شمال سوريا وشمال العراق منذ مطلع العام الجاري بهدف تأمين حدود تركيا. الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا توقف بشكل مؤقت المنهاج المدرسي الذي أقرته وأصدرته قبل عدة أيام في ريف دير الزور على وقع الاحتجاجات الشعبية. منتخب النظام الوطني لكرة القدم يخسر أمام نظيره العراقي بهدف وحيد ليحتل المركز الأخير في ختام مشاركته بدورة الأردن الودية. مقتل شرطي متأثرا بجراحه وإصابة آخر خلال عملية اشتباك نفذتها القوات التركية لإحباط هجوم مسلح على مساكن للشرطة في منطقة مزيتلي بمدينة مرسين واعتقال أحد منفذي الهجوم.